قضية تلبية الدعوة إذا فيها جبر بخاطر وتعرف إنه هذا الإنسان محضر وكذا، أما أخ جاي بده عفوا يعشمك على كبيت نسكافيه بغض النظر يعني بيرجع بتدفع حقها أنت ويجي يرجع يكسر لك يعني مقاضيفك وهمتك، هلا شباب ويلا وبعدين هلا بتصوم وامشي نقعد، شو بيعمل الشيطان؟ بيقول له هلا أنت روح تقعد معه، تقعد معه بعدين كلهم عم بيشربوا، خلص من يوم نافله وانا حاسس هيك بصير، حاسس حالي تعبان واليوم عندي نقله عصور بدي اخذ سياره وبدي هذا شو بيعمل؟ بيشرب.